هنا القاهرة عاصمة الخبر. في عالم يتغير كل يوم بفعل التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، لم تكن القراءة والكتب وصناعة النشر عموماً بعيدة عن هذه التغيرات. انتشرت في السنوات الأخيرة الكتب الرقمية خصوصاً في الأوساط الشبابية، وأصبح الكتاب الورقي يواجه أزمة متأثراً بعوامل أخرى اقتصادية واجتماعية أيضاً. وصرنا أمام جدل يتجدد حول احتمالات كثيرة وبسبب التغيرات بشكل عام، والكتاب الورقي أيضا أصبح الآن ينافس الكتاب الرقمي. المنافسة بين الكتاب الورقي ونظيره الرقمي مطروح لنقاش معكم على مدار ساعة من الآن. التكنولوجيا واقعا جديدا في صناعة النشر، وأصبح للكتاب الرقمي جمهورا كبيرا. مع التطور التكنولوجي السريع وتأثيره على جميع نواحي الحياة، أصبح للكتاب الإلكتروني مكانة بين قراء المنطقة العربية، ما أدى إلى تراجع الكتب الورقية في مقابل انتشار الكتب المسموعة خلال العامين الماضيين، نظراً لإيقاع الحياة السريع والتزام الناس منازلهم طوال فترة تفشي وباء كورونا. تدريجياً تحولت المكتبة الورقية لدى بعض القراء إلى مكتبة إلكترونية بعد انتشار التطبيقات المتخصصة في قراءة وتحميل الكتب مثل آيبوك وكاندل وألديكو وفري بوكس وجود ريدز. وفي المقابل تساعد معارض الكتاب العربية على حماية الكتب الورقية من الاندثار، ومن أشهرها معرض القاهرة ومعرض الرياض ومعرض الشارقة ومعرض الدار البيضاء ومعرض بيروت. تتباين وجهات النظر حول أهمية الكتاب الورقي والكتاب الإلكتروني. يفضل بعض القراء الكتاب الورقي باعتباره الطريقة المثلى في تحصيل المعلومة وتنمية مهارة الكتابة وتحقيق تفاعل مع القارئ، بينما يجد آخرون الكتاب الإلكتروني سهل الاقتناء ويشجع صغار السن على القراءة. رغم تفوق القراءة الإلكترونية مؤخراً، فإن المنافسة تظل قائمة بين الكتاب الورقي والكتاب الإلكتروني في الدول العربية. ومن القاهرة معنا الناشر دكتور عاطف عبيد، أهلا بحضرتك. بداية، هل ترى أن التكنولوجيا أضافت للقراءة وصناعة الكتاب بشكل عام في المجتمع العربي أم لا؟ مساء الخير على حضرتك. الحقيقة بس أنا عاوز أبدأ الموضوع من الأول شوية، من قبل التكنولوجيا أصلا، من فكرة أن المعرفة موجودة قبل الوسيط اللي هي عليه. بمعنى أن المعرفة، الإنسان البدائي كان عنده خبرات تراكمت عنده شوية، وبعدين اكتشف أن الخبرات دي بتختفي بموته، فحب يجيب وسيط له صفة الدوام أن هو ينقل خبراته للي ويورثها للي جايين بعده. فبدأ يدور على وسيط حواليه في البيئة، فطلعت الوسائط. بدأت هنا الوسائط من أول جلود الحيوانات والجدران ولغاية ما ظهر الرق والبردي، وبعدين جه مرحلة كبيرة اسمها الورق. الورق اكتشف في الصين وتم دخوله المنطقة العربية مع الفتح الإسلامي لسمرقند، وبعدين دخل بغداد والكوفة والبصرة، وطلعت مصانع الورق والوراقين، وحصلت حالة ازدهار على الورق. وبعدين جه مصر، ثم انتقل للمغرب العربي، ثم قفز بشكل سريع إلى أوروبا من عبر إسبانيا، وبعدين قبله يوحنا جوتنبرج باختراع الطباعة
فهنا كانت محطة كبيرة للورق أصلا، خلت الورق أضافت قيمة نوعية للورق. فالورق أنا عاوز أقول إن هو أثبت بره بالمعرفة لقرون طويلة، وعنده مزايا تضمن بقائه، لكن في نفس الوقت برضو عنده دلوقتي مشاكل وعلامات استفهام في مستقبل الورق. أنا بس عاوز أقول إن الورق بعد منه جه المصغرات الفيلمية سنة 45، ظهرت المصغرات الفيلمية والناس كتير أصلا طلع عندها موجة من الهوس أكتر من الهوس الموجود دلوقتي على الكتب الإلكترونية، وقال لك إن الخلاص في المصغرات الفيلمية. لكن بعد شوية اتضح أن المصغرات الفيلمية بتحمل وفاتها لأنها بتتأثر بطبيعة الجو والرطوبة، فانتصر الورق مرة أخرى. سنة 45 الحقيقة كانت محطة فارقة في علاقة الورق أو الظهور منافس قوي للورق اللي هو الإلكتروني، ساعة ما كتب فانيفار بوش مقال بعنوان كما ينبغي أن نفكر، قال فيه أن أنا متوقع في القريب العاجل آلة تقدر تخزن عليها المعلومات. ودي كانت المقال ده كان مقال محوري في موضوع الإلكترونيات لغاية ما ظهرت في سنة 85 أو قبل كده بشوية الأسطوانات المدمجة، واللي قال عليها الناس برضو بحالة من الهوس التقني أن دي أحسن اختراع بعد الكهرباء الكتابة والنار والزراعة. ثم بدأت الأسطوانات المدمجة تاخد دورها بشكل طبيعي وبشكل متواضع جدا إلى أن ظهرت الإنترنت، وهنا حصلت نوع طفرة كبيرة أنا شايفها عتبة كبيرة جدا في تطور الوسائط. ويحق لنا أن نقول أن الوسائط الإلكترونية الآن أو الوسيط الإلكتروني منافس شرس للورقي، لكن خلينا نتكلم ان هو انا شايف ان هما في تدافع، مش ضروري يكون في صراع ان هو بينهم من بعض، لكن في تدافع اصلا كل واحد يملك من بعض المزايا وبعض العيوب. مفيد للقارئ وللناشر ايضا هذا التدافع على مدى فكرة النشر. أنا هقول لحضرتك النشر أصلا موجود الإنترنت خلى النشر بقت كراود بابلشنج، يعني النشر جماعي، لأن أدى لأي حد قدرة على أنه يألف وينشر في نفس اللحظة. فأصبح ده صناعة النشر أصلا بمفهومها التقليدي أنا بقول أنها انتهت من زمان وهي في حالة قصور ذات، أنها هتقف. لكن لأن دلوقتي النشر دلوقتي أصبح كل حد يقدر ينشر ويألف، لكن احنا دلوقتي النشر بمفهوم التقليدي انا شايف ان هو واقف من بدري وهو بس في مرحله قصور ذاتي، الا ان ننحت معادلات جديده تحمي هذه الصناعه او تخلي صناعه النشر او انتاج المحتوى يواكب الطفره التقنيه اللي حصلت. لكن في الشكل التقليدي لا، انا شايف ان الشكل التقليدي، وانا يعني انا متحفظ اصلا بطبعي، لكن انا بقول رايي اصلا، ده رايي وقناعتي كناشر وكاستشاري تحول رقمي. فالفكره اصلا ان الوجود والإلكترونيات أو البعد الإلكتروني وبالذات اللي هي أصبحت في متناول إن المؤلف يقدر يؤلف في نفس اللحظة، فالمؤلف أصبح مؤلف والقارئ أصبح مؤلف والاثنين بقوا ناشرين، هنا في تحدي كبير أصلا لصناعة النشر بشكلها التقليدي. ما عادش أصلا النشر اللي هيتعامل مع النشر على إنه دلوقتي بشكل التقليدي هو يعني رهان خاسر جدا. والحقيقة لازم ننحت أو نخترع أو نكتشف موديل جديد أو يعني منهجية جديدة في صناعة النشر عشان نضمن أن طبعا يكون المحتوى مدروس. وطبعا الفكرة ماذا أن تقصد بموديل جديد صناعة نشر دكتور في هذا الزخم؟ طيب أنا هقول لحضرتك، المعرفة بتنتج من المؤلفين وتعالج عند الناشرين وتستهلك عند القراء. الحالة المثلث ده بيعاد تركيبه زي ما حاجات كتيرة بيعاد تركيبها في ظل الميتافيرس وفي ظل الشبكات التواصل الاجتماعي وفي ظل البعد الرقم الكبير ده. احنا الناشرين لسه مصممين على الرقم الدولي ومصممين على الكتاب بشكله الطبيعي، وانا شايف ان احنا لازم ننحت معادلات جديدة، بيزنس موديل جديد بمعادلات تقليق المعرفة جديدة تصون الكاتب وتجعله مؤلف كريم يقدر يعيش اصلا بمنتجه، وكمان تضمن لسوق النشر اللي هم الحلقه الوسيطه في موضوع انتاج المعرفه تضمن حاله من الاستقرار وتضمن حاله فرصه ان الناس دي اصلا تقدر يكون في جدوى اقتصاديه غير جدوى طبعا معرفيه. وما ينفعش نقول في ناشر بس عنده رساله، الناشر عنده رساله لازم كمان يكون عنده حاجه تحمي الرساله دي اصلا وتخلي فكره انه الديمومه ان هو يكون ناشر منتج بشكل دائم. يجي القراء برضو نفس الموضوع، القراء دلوقتي اصبحوا عندهم استعراض لاكبر قدر ممكن من المحتوى، الذائقه بتاعتهم بتتغير كل يوم، الزائقة بتاعتهم ممكن مش عايز اقول بتوجه لكن هي فعلا الزائقة بتوجه احيانا. هنا يخلي فيه تحدي كبير على الحلقة الوسيطة اللي هي حلقة النشر،
الانتباه من مؤلف أصبح عنده مصادر كبيرة وممكن مصادر مغلوطة وممكن مصادر مفتوحة وممكن مصادر وقارئ برضو منتظر منه زائقة مش عاوز أقول يعني متغيرة. فهو الناشر دلوقتي فيه تحدي كبير أصلا أن يدير الناشر علاقة الكتاب الورقي بنفس الطريقة القديمة حتى لو الكتاب الإلكتروني حتى الكتاب الصوتي. أنا شايف أن فيه أصلا نوع من التجاهل أو يعني إيه مش عاوز اقول يعني دفن يعني ان احنا اصلا بنتجاهل فكره ان موجود اصلا موديل جديد لازم نتعامل معاه. طيب دكتور عاطف، الدورات المتتاليه لمعارض الكتب العربيه بشكل عام هل تعبر عن نجاح واستمرار؟ هل من الممكن ان تحول بعض دور النشر نشاطها للنشر الالكتروني ام للامر زي ما حضرتك بتتكلم ضوابط اخرى ربما نريد معرفه تفاصيل اكثر عنها؟ طيب هو حضرتك دلوقتي الفكره ان لما التلفزيون طلع سنه 60 ما كانش فيه حاجه مكتوبه للتلفزيون، فراحوا جابوا استعاروا كتب حاجات موجوده في الاذاعه عشان تعمل يعملوها تلفزه يعني خلوها تلفزيون، لغايه ما بدا يتكتب للتلفزيون بشكل خصيصا يعني للتلفزيون. نفس الموضوع دلوقتي الكتاب الالكتروني طالع بدلاله الكتاب الورقي، الناس دلوقتي بتعمل الكتاب الورقي تحوله ليه كتاب الكتروني، لكن بعد كده طلعت كتب الكترونيه المنشا اصلا يعني هي الكترونيه من الاصل. وهنا في دور طبعا الكتب المسموعه وطبعا الكتب اللي هي الالكترونيه طبعا بكل اشكالها. فهو حضرتك دلوقتي المعارض العربيه او المعارض بشكل عام دلوقتي الغريب في الموضوع ان الورق رغم ان كل التكهنات بتقول ان الورق بدا ينحسر الا ان صناعه الورق نفسها ده بناء على الارقام بتزدهر سنه بعد سنه وعلى الاقل بتزيد ما بتقلش من. فده برضو مؤشر. معرض فرانكفورت اصلا كل المعارض اصلا المعارض العربيه فيها الورق يزاحم الالكتروني حتى الان. يمكن تكون دي مرحله وسيطه او عتبه، بس انا عاوز اتعامل مع الموضوع ده بحذر شويه ان حتى لو هنشتغل على الورقي بس لازم يكون في معدات جديده عشان المجتمع الجديد المجتمع الرقمي الجديد. لكن لو انا هدخل على وسيط الكتروني فانا شايف ان احنا نتفاعل مع هذه التقنيه وهذه الموجه الرقميه بنوع من الحذر ونوع من الانضباط شويه، لان اصلا برضو فكره الاتاحه المطلقه دي انا شايفها برضو مش ميزه قوي. يعني فكره الاتاحه المطلقه يعني انا فكره الكوبي بيست دي اصلا اشرح لي اكتر دكتور ماذا تعني بالانضباط للمعرفه. انا شايف الانضباط دلوقتي انا بتكلم عن انضباط الصناعه نفسها. يعني بمعنى الجماعات التاليف لازم تكون جماعات التاليف دي موجوده في بيزنس موديل يسري ان هي تكون مبسوطه وان هي تكون عارفه ان هي بتالف كتب بمحتويات كذا. طريقه الاتاحه دي يحددها الناشر، لكن انا في دلوقتي لازم اعمل قواعد تحكم ما بين. يعني انا هقول لحضرتك دلوقتي اتحاد الكتاب في مصر واتحاد الناشرين، انا شايف ان في دور كبير اصلا الحلقه دي هم ناشرين، ده ناشرين وده كتاب، لازم تكون في حلقه ثلاثيه ما بين اتحاد الكتاب واتحاد الناشرين والقراء كده عشان انا اضمن نوع من منهجيه الصناعه. انا بتكلم دلوقتي الانضباط مش الانضباط في طبيعه المحتوى، لا انا بتكلم دلوقتي في انضباط الصناعه نفسها. يعني ازاي اخلي احافظ على صناعه النشر؟ لازم زي بالظبط احنا كل البنوك غيرت نفسها وعملت في بنوك اونلاين وفي كذا وفي كذا وفي تطبيقات موبايل، ليه حركه النشر لسه مش مواكبه الموضوع ده؟ انا هقول لحضرتك من وجهه نظري ان طول ما الكتاب كماليات او هكذا يصنف طول ما في مشكله. البعد البراجماتي او البعد الاقتصادي هو بعد اساسي ومحرك رئيسي للصناعات. فانا مش هحمل الحكومات فكره ان الثقافه كلها تكون على كتف الحكومات، لا انا بتكلم على لازم اخلق بزنس موديل مربح لصناعه النشر واحط فيه الرساله اللي انا عاوزها بشكل يضمن استقلاليه وبقاء هذه الصناعه بغض النظر عن الدعم اللي هو الدعم المباشر لها بشكل يخليني ان انا اصلا لو توقف الدعم ان انا الصناعه دي توقف. المعارض العربيه الحقيقه تحديدا فيما يتعلق بهذه النقطه وحول المعارض العربيه تحديدا معرض القاهره الدولي للكتاب في معادله الثقافه العربيه هو اقدم معارض الكتب العربيه واكيد ليه دور فعال. لو حضرتك توضح وجهه نظرك تحديدا فيما يتعلق بمعرض الكتاب. اي حاجه تستمد لها صفه ان هي مصريه او من القاهره او كده تستمد عظمتها من عظمه البلد. يعني هو يعني من الاخر بس عاوز اقول لحضرتك يعني لما نقول معرض القاهره يعني خلاص احنا كده ودخلنا في منطقه تقييم مختلفه تماما.
وانا مش بقول كده طبعا انا عروبي يعني، لكن في الفكره إن وانا مش كتر كمان يعني، انا مش منكفي على وطنيتي، لكن الموضوع ليه علاقه بتاريخ اصلا، وليه علاقه باحنا ناتج اصلا حضاره كبيره اصلا، والطبيعي ان يكون معرض الكتاب حتى على فكره احنا القوه القرائيه بتاعتنا هي اكبر قوه قرائيه عربيه اصلا، فالطبيعي ان يكون معرض الكتاب اولا مميز من البدايه. ثانيا معرض الكتاب اصلا فكره ان بدا يتغير، حتى احنا كناشرين بدانا نحس ان الهيئه العامه للكتاب بدانا نحس اصلا بتفاعل ايجابي اصلا في موضوع تسجيل وتسجيل اونلاين، والمعرض السنه اللي فاتت غير اللي قبله، موضوع التحدي اللي اتعمل في معرض في يوليو كان موضوع برضو ان اصرار الاراده السياسيه والحكومه على ان لازم المعرض ده يتعمل في ظل ظروف صعبه جدا اصلا، وكان انا شايف ان المعرض مصنف بشكل طبيعي ان هو من يعني ان هو اعرق وافضل معرض، ولكن كمان على مستوى الناشرين احنا الناشرين بننتظر معرض القاهره لانه اصلا بيعتبر بورصه عربيه ومؤشر للكتاب العربي. ابقى معنا دكتور، وساذهب الى من الامارات الكاتبه، تنضم الينا الكاتبه الاماراتيه والناقده الاماراتيه عائشه سلطان، اهلا بحضرتك. حضرتك سمعيني؟ نعم نعم اسمع. نحتاج أن نعرف من حضرتك ما دور الناشر هنا، خصوصا مع الارتفاع الكبير في أسعار الكتب عربيا، هو تحدي أيضا كبير. صحيح، أولا طبعا أحييك وأحيي ضيوفك وأحيي المشاهدين جميعا. بالنسبة للموضوع هذا موضوع أراه من الموضوعات التي تتكرر دائما، موضوع أسعار الكتب. دائما هناك وجهة نظر عند الناشر وهناك وجهة نظر عند القارئ. القارئ دائما يريد كتبا في متناول اليد، يعني يشتريها ويجد أسعارها مناسبة له، لأنه كل ما كانت أسعار الكتب يعني في متناول اليد كل ما كانت الحصيلة الشرائية للقارئ أكثر. الناشر دائما لديه اعتبارات، يعني دائما يدفع بقصة ارتفاع اجور الشحن، ارتفاع اسعار الورق، ارتفاع ايجارات المعارض والى اخره. على ذلك انا لا اكذب اي طرف من الاطراف، انا مع القارئ في انه يريد اسعار مناسبه، ومع ايضا الناشر في ان يبيع، لانه هو اصلا ياتي الى معرض لكي لديه منتج ثقافي يعرضه صحيح بمواصفات المنتج الثقافي، لكنه في نهاية الأمر هو يقدم سلعة ويريد أن يحصل في مقابلها لأنه يدفع في مقابلها. لذلك أنا أرى بأن الأمر يحتاج إلى صيغة معينة في هذه الحالة، يعني يفترض أن تخفض أجور بعض معارض الكتب، لأن هناك في معارض كتب بصريح العبارة أسعارها مبالغ فيها، يعني الإيجارات والشحن وإلى آخره، هي حركة في الحقيقة يعني دائرية، نحن ندور في دائرة مغلقة لا يمكن أن نحن نفصل واحدة عن الأخرى. هي صناعة وتمويل نقطة مهمة، ولكن هل الارتفاع الكبير، السؤال يا سيدتي، هل فعلا الكتاب تحول إلى صناعة حقيقية في الوطن العربي؟ لأن الصناعة هنا لها يعني معادلات أخرى، فهل الكتاب فعلا صناعة؟ سأتطرق إلى هذه النقطة وهي نقطة مهمة، ولكن فيما يتعلق بحديث حضرتك، هل الارتفاع الكبير في سعر الكتاب زي ما حضرتك ذكرتي يتيح الفرصة للقرصنة بالتوغل أكثر قبل التوغل في موضوع ونقطة الصناعة؟ هي القرصنة في الحقيقة قصة لها علاقة باستغلال وجشع عند أطراف معينة تستغل لكي تتواجد في هذا المجال وتستفيد منه قدر الإمكان، سواء كان قرصنة الأقراص المدمجة أو الكتب وإلى آخره. لكن القارئ هو الذي يجد في القرصنة فرصة ليحصل على أكبر قدر ممكن من الكتب بأقل أسعار ممكنة، دون أن ينتبه إلى أنه بذلك يعتدي على حقوق آخرين، يعني حقوق الناشر الذي يدفع في مقابل الكتاب وطباعته وشراء حقوقه وترجمته إلى آخره يدفع الكثير. فأنا عندما آتي أشتريه بطريقة غير شرعية
هذا دليل على أني أنا أعتدي على حقه. المسألة هنا مسألة وعي عند قارئ أيضا. فأنا لا أجد أن هناك اشتغال على قصة رفع مستوى وعي القارئ بموضوع القرصنة ومخاطرها. دائما تأتي هاي النقطة لما يكون عندنا معرض كتاب نفتح هذه القضية. أنا أعتقد أن هاي القضية يجب أن تكون قضية حاسمة وموجودة على طول. يعني حتى في المدارس يفترض أن تدخل كموضوع مثلا في مناهج التربية والتعليم، دائما يكون موضوع مطروح في الإذاعة، يكون مطروح مش بصفة يومية لكن على الأقل مطروح. أما أني أنا أعتبره القرصنة وأسعار الكتب والوعي بالأمور هذه كلها موضوع كرنفالي أو موضوع مناسباتي، لما يكون عندي معرض كتاب أفتحه لم يكون بذلك وعي. الوعي يتكون بالتراكم، والتراكم يحتاج إلى أني أنا أشتغل على هذا الموضوع بشكل دائم. ما الذي يجعل البعض يحسن بأنه لن يشتري كتاب مقرصن؟ ما الذي أوصل هذا الإنسان إلى هذه الدرجة من الوعي؟ وما الذي يجعل إنسان ثاني يقول يا أخي ما دام بحصل كتاب ب20 جنيه وهو في السوق الرسمية أو في المكتبات يبيعونه مثلا ب150 بشتريه ب20؟ إذن هي منطقة المشتري دائما يفكر بطريقة براغماتية، دائما يفكر في مصلحته. يقول لك هذا في النهاية كتاب نفس المحتوى ونفس الورق وكذا، فبالتالي يعني هذا الكلام يدل على عدم وعي أصلا. لكن في مقابل أيضا لا ننسى أن الجمهور العربي، معظم دولنا العربية تعاني من أزمات اقتصادية طاحنة. أنا لا أبرر، لكن أيضا الهامش الربحي لدى بعض الناشرين يكون مرتفع. ليس في أنا رحت مصر واشتريت كتب في مصر، الكتب والأسعار جدا في متناول اليد، يمكن بالنسبة لي أنا، لكن حتى بالنسبة للإنسان العادي. لكن في دول أخرى أسعار الكتب جدا يعني فلكية. وضحت الصورة. أذهب الآن لكيفية التعامل مع قرصنة الكتب تحديدا لوقف هذه الانتهاكات بحق الكاتب، وتحديدا الكتاب الورقي وصناعة النشر بشكل عام. دكتور عاطف، الموضوع القرصنة ده موضوع برضو شائك شوية. يعني هو دلوقتي يعني من حق القارئ أن ياخد مادة معرفية بمتناول يعني في متناول سعره، يعني سعر يكون بسيط، وفي نفس الوقت برضو من غير ما يتجاوز فكرة النشر. هي العملية داخلة، يعني هي العملية بتوصل بعضها ببعضها. أنا دلوقتي لازم يكون عندي معادلة أن أنا أقول للقارئ، أن أنا أولا أقنع زي الأستاذة عائشة ما قالت، أن أنا أرفع وعي القارئ ده، أن أنا أقول له أن الوعي بالحقوق الملكية وكذا. لكن فعلا في حاجة عند القارئ عنده نهم معرفي، ويا رب يا رب يزيد النهم المعرفي ده. أصلا إحنا هنا محتاجين في نواجه النهم المعرفي ده مش بالقرصنة، لا، ان انا نغير معادلات التسعير وبالذات في الالكتروني. يعني انا دلوقتي بلاقي كتب مثلا دلوقتي الكتاب ب 70 جنيه ورقي وبرده ب 60 جنيه الكتروني. هنا هو بيراهن على ان في قله بسيطه اللي هتشتريه الالكتروني، لكن هو لو نزل اصلا. انا وده على فكره ده احنا يعني احنا قاعدين نراجع نفسنا دلوقتي في الموضوع ده بشكل قوي، ان احنا عاوزين نخلق مبادرات لها جديده. وانا اذكر ان ما اعرفش يعني انا ليا مبادره اللي هي كتاب ورغيف زمان سنه 2016، احنا كنا بنبيع الكتب بخصم 90%، كنا كسبانين بشكل ما، لان كنا عملنا موديل ما بين وزاره الثقافه اللي عندها مخزون كبير من الكتب، واحنا كنا بناخد 10% وكنا بندي 90% لخصم القارئ على بطاقه التموين. احنا محتاجين مش مبادره كتاب ورغيف بس، احنا محتاجين عشرات المبادرات ان هي تحول الموضوع لشكل مربح، ومع ذلك ترفع كمية القراء إلى القراء اللي هم الجادين، يعني اللي يقدروا يشاركوا في موديل ثلاثي ناجح، مؤلف وناشر وقارئ. غير كده أصلا أنا بشوف أن يعني بعذر الناشر أنه في الشكوى بتاعته، وبعذر القارئ في أنه عاوز برضو الكتاب. لكن أنا عاوز أقول لحضرتك، الكتب اللي بتنضرب على الـ على الـ على الـ على الإنترنت، الكتب مش كل الكتب بتنضرب على الانترنت، الكتب الرايجه بتنضرب على الانترنت، والكتب الرايجه اصلا لها زبونها الورقي لا زال. يعني زمان اصلا لما المترو انفا وانا سواق المترو انفا لما اشتغل، فاقول لي سواق تاكسي المترو انفا هيبطل يخليكم تشتغلوا؟ قال لي لا، كل حاجه لها زبونها. انا اقول في ناس في شريحه محافظه انها بتشتري وبالذات. واما الكتب اللي هي بتحصل عليها قرصنه، الكتب دي اصلا بتكون هي الرائجه، مش كل الكتب بتعمل لها قرصنه اصلا، ودي انا شايفها من نوع الدعايه السلبيه، برضه هي دعايه في الاخر. لكن القارئ معذور والنشر معذور.
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عاطف عبيد من القاهرة، شكرا لحضرتك. وينضم إلينا محمد الغربي عمران من اليمن الروائي، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. تعقيبك على موضوع قرصنة الكتب تحديدا قبل الحديث في عدة نقاط أخرى. أنا بالنسبة لي ككاتب بالذات في اليمن، على اعتبار أن اليمن الآن في وضع مختلف، يعني أو تحت وضع الحرب، ما توصلوش كتب، تعطلت يعني إشكالات توزيع الكتاب إلى آخره. هنا القرصنة لصالحنا ككتاب، أنا ناشر في الهيئة المصرية العامة للكتاب ودار والهلال، أيضا هاشي طنطوان في بيروت، ما بيوصلوش. فنضطر هنا إلى أنه إحنا ككتاب نقرصن كتبنا عساس تتوزع في السوق المحلية. على مستوى الوطن العربي هي كارثة، لأن هذه بتعطل أو بتضرب صناعة الكتاب. دور النشر يعني لديها موظفين، لديها التزامات، لديها حقوق، أشياء كثيرة. مثلا لما أنا أزور القاهرة ألاحظ على الأرصفة كل الكتب موجودة، يعني في هذه الحالة أنا أتصور أن هذا خراب فادح، يعني على مستوى غير عادي، لأنه صناعة الكتاب بحاجة إلى حماية، بحاجة إلى حماية. أيضا الكتاب يطبع بشكل عشوائي أكثر الأوقات، أوراقه مش لطيفة، تشتريه وبعد شوية بيتفتت بين يديك لمجرد أن تقرأه لأول قراءة. فالقرصنة هي ضمن الجرائم التي يجب أن تعالج. وإلى معرض القاهرة، ما الدور الذي لعبه معرض القاهرة للكتاب لتعزيز مفهوم الثقافة لدى القارئ والمثقف العربي؟ شوفي، معرض القاهرة مش معرض عادي أنا في تصوري، لأنه أنا دائما يقولوا يا غربي متى تحج، أقول لهم دائما سنويا أنا أحج إلى القاهرة لمعرض الكتاب. معرض الكتاب قد لا يدرك أخواننا المصريين إنه إحنا نتواعد بيننا بين أدباء من المغرب إلى العراق إلى سوريا إلى الأردن كي نلتقي في القاهرة، لأن القاهرة ما فيش يعني ذلك تلك الحواجز، يعني الواحد عاوز يخش مصر بيخش مصر، خاصة الأديب. معرض الكتاب في القاهرة هو تظاهرة علمية ثقافية مبهرة. أنا زرت معرض الكتاب في المغرب، في تونس، في لبنان، في الكويت، زرت في معرض الكتاب قطر، المملكة العربية السعودية في الرياض، يعني معظم المعارض. لا، معرض القاهرة أكبر من معرض في تصوري أنا، من أيام ما كان في الأوبرا اللي في الجيزة إلى ساحة العروض اللي هو برا شوية إلى أخيرا خلف المطار. ده يعني بقول لك حاجة تشرف، أنا كيمني بيشرفني معرض الكتاب القاهرة باتساعه، إضافة إلى ذلك الحشد من الفعاليات المصاحبة، يعني شيء مهول أن تستطيع تتابع كل مجريات البرامج المواكبة للمعرض. فمعرض الكتاب شيء نفخر به. ومن معرض الكتاب إلى معرض الشارقة، وأيضا حدثيني أستاذة سيدة عائشة عن معرض الشارقة والزخم الثقافي في معرض الشارقة. معرض الشارقة معرض كبير ومعرض تاريخه أيضا عريق، وخلينا نتذكر أن معرض الشارقة هو المعرض الوحيد الذي لم يغلق خلال فترة كورونا نهائيا. هذا واحد. الشارقة نفسها في العالم كمدينة ثقافية، مش بس عاصمة للثقافة بشكل مثلا مناسباتي أو كل كم سنة مرة، لا، هي فعلا تحتوي سبب احتفاء خاتمة بالثقافة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي. يحظى معرض الشارقة بدعم كبير جدا من الشيخ سلطان، ودائما الناشرين يحظون برعاية وبتشجيع، تشجيع مادي وتشجيع أدبي، يعني دائما ترفع عنهم بعض الالتزامات، دائما يحظون بدعم مادي بالشراء منهم للمكتبات، يقل يزيد يكثر
هذا امر يعني لا نتحدث فيه لكن موجود. فانا اتصور ان نحن ايضا في 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 الامارات عندما يعني يهل معرض الشارقه نعتبر ان هذا المعرض هو فرصه فعلا للالتقاء باحبتنا واصدقائنا سواء الناشرين او الكتاب او وياتي ايضا قراء من الاقليم من الدول المحيطه للتزود بالكتب من معرض الشارقه. هو معرض الشارقه في الحقيقه ايضا معرض فعاليات ثقافيه على هامش المعرض، يعني كثير يستضيف المعرض نخبه من الادباء والكتاب والنقاد والى اخره، وتجري العديد من الفعاليات والمحاضرات والجلسات واللقاءات مع هؤلاء الكتاب، فهو فرصه جميله في الحقيقه. وعلى الهامش ايضا هناك فعاليات ثقافيه وموسيقيه والى اخره، فهو معرض شامل وعام. لكن انا لو بتسمحي لي بدقيقه تفضلي فقط ان اعقب على موضوع ما الذي يمكن ان نتداركه او نفعله فيما يتعلق بالقرصنه. صحيح. انا اعتبر ان القرصنه هو نشاط يعني طفيلي في مجال النشر، لكن نحن كدول ماذا فعلنا لمجابهه هذا النشاط طالما هو نشاط له اصحابه وله ديناميكيات في المجتمع وله اماكن اللي موجود فيها؟ واكيد الدول بكل ما لديها من يعني ضوابط واليات ضبط تستطيع الوصول الى هؤلاء الناس. انا اتذكر تجربه الامارات في مقاومه او مكافحه البضائع المقلده التي كانت تاتي عن طريق بعض الاسواق يعني. فقانون حمايه الملكيه الفكريه قاوم هؤلاء على مدى سنوات الى ان استطاع ان يعني لا اقول القضاء النهائي، هو اكيد في اماكن سريه يلجا اليها هؤلاء التجار، لكن ليس بالمجاهره التي كانت سابقا. المجاهره والاحساس وضحت الصوره. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا الأستاذة السيدة عائشة سلطان الكاتبة والناقدة الإماراتية. أذهب مرة أخرى إلى السيد محمد، وهل مسؤولية الحفاظ على الصناعة هي فردية أم مشتركة بين الناشر والقارئ؟ هذا أكيد، ولكن أنا أعرف أن القارئ لا يهمه إلا أن يحصل على الكتاب، مقرصن مش مقرصن، لكن اتحاد دور النشر العربية أنا في تصوري لا بد ما يجدوا مخارج لهذه الكارثة. عندما أنت تأتي إلى بلد ويكلفك حضورك كدار نشر ونقل كتبك موظفينك على أساس توصل كتابك، تفاجأ بأنه كتابك على الأرصفة، طيب مين اللي حيعوضك عن الخسائر هذه؟ إضافة إلى تطوير مسألة صناعة الكتاب، هنا في مشكلة غير عادية. ولكن النشر الإلكترونية الآن والكتاب الإلكتروني أيضا برضو ساهم في مسألة القرصنة، فالقرصنة مشكلة عويصة وكبيرة على دور النشر، وبالتالي ينعكس على الكاتب على اعتبار أنه دار النشر عندما تفلس أو عندما ما تحصلش مجال على الأقل توازن بين مصاريفها وأرباحها هتغلق أبوابها. وأنا أجزم بأنه كثير من دور النشر ما استطعتش تواكب نتيجة لهذا الزاوية. لكن اسمحي لي أحدثك عن جانب ما سمعتوش من المشاركين سريعا، تفضل. طيب، هو مسألة الرقابة على الكتب. أنا كان لدي رواية اسمها مصحف أحمر مونعت، أفاجئ من خلال السنتين الأخيرتين سواء في معرض الرياض أو معرض الشارقة بأنه لا توجد رقابة. أنا ككاتب بهمني هذا الجانب. طبعا بالنسبة لمعرض القاهرة الرقابة شبه محدودة، ولكن كان في معارض زي معرض الكويت زي معرض الرياض أكثر من معرض. أنا هنا سعيد جدا ككاتب أنه لأول مرة في الرياض واسمع الروائي الكبير عبد الخال يحدثني بانه لا يوجد على روايات التي كانت ممنوعه من الدخول اي رقابه او اي منع، اضافه في معرض الشارقه وهو معرض رائد
بالنسبة لهذا الجانب، جانب الحريات كالكتاب إن لم يواكب حريات، إن لم يواكب مسألة دعم. شكرا جزيلا لحضرتك الروائي محمد الغربي من اليمن، شكرا جزيلا لحضرتك. إذن النقاش مستمر ولكن بعد الفاصل. هنا القاهرة عاصمة الخبر، وهذا مطروح للنقاش، موضوع حلقة اليوم الكتاب الورقي والإلكتروني. تنضم إلينا مراسلة القاهرة الإخبارية من تونس نسرين رمضاني. نسرين، ماذا يفضل الشعب التونسي للقراءة بشكل عام، هل الكتب الورقية أم الرقمية؟ نعم مارينا، في هذا الخصوص يمكن أن نقول أن هناك توجهان فيما يتعلق بالأفضل أو ماذا يفضل التونسيون إن كان الكتاب الورقي أو الكتاب الإلكتروني. هنا نتحدث عن يعني ماهية أو الانتماء هؤلاء، يعني صاحب هذا الرأي، إذا كان مثلا من أولئك القائلين بمجاراة العصر وجيل التكنولوجيا الحديثة فهو حتما يفضل الكتاب الرقمي ويرى فيه امتيازات كثيرة، أولها لأن الكتاب الرقمي بحسب رأيهم صديق للبيئة أكثر من الكتاب الورقي، أيضا الكتاب الرقمي يوفر الوقت ويعني يسمح بتجنب هدر الوقت، يمكن استعماله وقراءته في أي زمان ومكان، في يعني وسائل النقل خارج المنزل، لا يجب أن يكون يعني في مكان محدد كي يقرأ كتابا. هناك أيضا من يقول إن الكتاب الرقمي يوفر الكثير، بما أنه صديق للبيئة فهو مثلا يوفر طاقة كهربائية، إذ على سبيل المثال يقارنون أن يعني يستعملون هذه المقارنة ويقولون إن من يستعملون الكتاب الورقي مثلا في المساء يستهلكون كهرباء، في حين أن الكتاب الرقمي يجنبهم هذا الخيار. في المقابل هناك من يقولون إن الكتاب الرقمي، يعني تونسيون عفوا الكتاب الورقي، هؤلاء التونسيون الذين يناصرون ويتمسكون بشدة باستعمال الكتاب الورقي لديهم دائما حاضرين إلى كل ما هو ورقي، ويقولون إن متعة القراءة من كتاب ورقي وإمساكه لا تضاهيها أي متعة، ويقولون إن في المقابل عندما يثير يعني من يفضلون الكتاب الرقمي مسألة البيئة، يقولون إن الكتاب الرقمي بدوره له انعكاسات سلبية على البيئة، يعني إذن بحسب المرحلة العمرية. ولكن هل أيضا هناك نوعيات معينة من الكتب هي الأكثر رواجا بشكل عام بين الشباب أو كبار السن؟ يعني كتب ورقية أم تقصدين عناوين أم تقصدين كتب ورقية أم رقمية؟ هل الرواية تتصدر المشهد أم أن هناك اهتمامات أخرى؟ نعم بالفعل الرواية تتصدر المشهد في بين التونسيين، هم دائما يعني التونسيون عندما نلاحظ الكتب الأكثر مبيعا نجدها كتب روائية لأدباء وكتاب تونسيون، بعضهم يكتب باللهجة التونسية الدارجة، البعض الآخر يكتب بالعربية الفصحى، لكن هناك
التوجه أكثر لقراءة كتب وروايات يكتبها أدباء تونسيون، لكن هناك أيضا إقبال على الكتب العلمية بحسب التخصصات من قبل هذه الأوساط العلمية التي يعني الباحثين في مجالات معينة يقبلون على كتب تضاء يعني تساعدهم في أبحاثهم العلمية. هل يتجه بعض الناشرين في تونس لنشر إلكتروني بدلا من الورقي؟ ليس الجميع، لكن في مؤخرا في هذه السنوات الأخيرة بدأ هناك توجه لاعتماد الكتب الرقمية والنشر الرقمي. لاحظنا إقبال أيضا من التونسيين على الكتاب الرقمي خلال جائحة كوفيد-19، إذ طبعا تعلمون بحسب إجراء والتزاما بإجراء التباعد الجسدي وما إلى ذلك تجنبا للإصابة بالعدوى، فهناك تونسيون أصبحوا يفضلون قراءة الكتب الرقمية. بالنسبة لدور النشر الأغلبية ما زالوا يعتمدون طبعا الكتب الورقية، لكن هناك توجه يعني هناك منصات تروج للكتاب الرقمي. المكتبة الوطنية التونسية مؤخرا هذا العام نشرت وأطلقت منصة رقمية من خلالها تم تسجيل ورقمنة العديد آلاف النسخ والكتب الرقمية التونسية، بعضها كتب تاريخية وبعضها مصادر لأبحاث حديثة. هناك أيضا وزارة التربية لديها منصة لنشر الكتب الرقمية، يعني كتب لمناهج تعليمية للمراحل الابتدائية والثانوية لكنها نسخ رقمية لتساعد ولتستقطب أكثر التلاميذ ولتحبيبهم أكثر في التعلم. هناك دور نشر خاصة أطلقت مواقعها الإلكترونية لتجارة لبيع الكتب الرقمية، ووضعت يعني أساليب تسهيل بخصوص فيما يتعلق بالدفع، لأن التونسيون يرفضون التعامل بالتجارة، يعني أغلبية التونسيون يتخوفون من التجارة الإلكترونية ومن الدفع ووضع أرقام بطاقاتهم. وحول القرصنة نسرين، كنت أتحدث مع ضيوفي منذ قليل حول موضوع القرصنة، فحدثيني أكثر، هل هي منتشرة في تونس؟ نعم، للأسف القرصنة منتشرة بكثرة في تونس، رغم أن هناك قانون يحمي الملكية الفكرية، إلا أن القرصنة يعني ليس للكتب فقط ولكن لأي محتوى موجود على الإنترنت لا يتم احترام أصحاب يعني صاحب هذه المحتويات في الأصل. لكن هناك توجهات، يعني هناك بعض المبادرات التي تسعى للحد من القرصنة. من يقولون أن الكتب الرقمية هي الأفضل مقارنة بالكتب الورقية يقولون أن القرصنة هنا يمكن، يعني الكتب الرقمية يمكن أن تمثل سلاحا ضد القرصنة، فيضعون اشتراطات ويعني معرقلات على من يريدون مثلا تصوير أو رقن أو إعادة نسخ هذه الكتب وإعادة ترويجها والتجارة بها أو وضعها مجانا. لكن القرصنة أيضا موجودة حتى للكتب بالنسبة للكتب الورقية، إذ يتم نسخها وترويجها خارج الأطر النظامية. شكرا نسرين رمضاني من تونس. ينضم إلينا من الشارقة الروائي والكاتب العراقي شاكر نوري. أهلا بك سيد شاكر. أهلا وسهلا، يا هلا. أهلا بحضرتك، أنت روائي وأكيد مطلع على المشهد الثقافي العربي والتحولات التي طرأت عليه، ولعل أبرز هذه التحولات الجوائز الأدبية. تحديدا في هذه النقطة أود الحديث عن الجوائز الأدبية التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة، وكيف تساهم أو برأيك هل أضافت الجوائز الأدبية للكتابة وللكاتب سلبا أم إيجابا؟ والله أكيد يعني الجوائز هي مشجعة للكتاب وأيضا للقراء في آن واحد لكي يستنيروا بالكتب الجديدة التي يكون لها تميز من خلال اختيار اللجان لهذه الكتب، يعني وهذه والجوائز كما تعلمون موجودة في كل مكان وفي كل الثقافات وفي كل البلدان، فبالرغم من أن هذه الجوائز يعني أحيانا لا يرضى عليها الجميع ولا تستطيع طبعا هذه الجوائز أن تشبع جميع الرغبات وجميع الأذواق في يعني عندما يتسابق الكاتب يجب أن
يقبل بقواعد اللعبة، قواعد القبول بالمكتبة. وهل رفعت في معدلات القراءة؟ هل كانت بمثابة تشجيع للكاتب؟ نعم تماما، يعني الكتب التي تفوز بالجوائز عادة ما يعني يكون لها انتشار واسع وتترجم إلى اللغات الأجنبية معظمها، وهذا ما يساعد على انتشار هذا الكتاب وبين القراء وبين قطاعات واسعة من القراء بلا شك، يعني خاصة في مجال الرواية، لأن الرواية هي الفن الذي يكون صحيح متناول الجميع. يعني وضحت الصورة. بشكر حضرتك الروائي العراقي والكاتب شاكر نوري، وموضوع القراءة كان موضوع حلقة اليوم من مطروح للنقاش. شكرا جزيلا لحضراتكم، ودائما من القاهرة عاصمة الخبر.